تشرك معنا من القاهرة الآن الباحث في العلاقات الدولية محمد ربيع الدهي. أستاذ محمد أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام. يا هلا، ما أهمية ما صدر عن قمة بروكسل الأوروبية بتقديرك في ظل هذه الإجراءات التي تتخذها روسيا بقطع الغاز الآن عن هولندا وغدا عن الدنمارك؟ يعني لا شك أن الوضع نتيجة الأزمة الأوكرانية في تطور مستمر وفي تغيرات وتصاعد للصدام بين روسيا وبين الدول الأوروبية. هذا الصدام ربما له أسباب عديدة أو نتيجته العناد الأوروبي ومحاولة الدول الأوروبية فرض مزيد من العقوبات على روسيا. في الوقت ذاته روسيا تحاول أن ترد على هذه العقوبات بصورة أخرى. أيضا حتى فكرة قطع الغاز الروسي هي محاولة من روسيا للضغط على الدول الأوروبية لالتزامها بفكرة الدفع بالروبل، خاصة أن الدول الأوروبية رفضت هذا الطرح تماما ولديها أسباب كثيرة لرفض هذا الطرح، وروسيا تحاول أن تمارس المزيد من الضغوط. يعني لكن إن جاء للواقع أو لحقيقة الأمر، إن جاء الأمر لقطع الغاز عن ألمانيا أو على فرنسا على سبيل المثال أو غيرها من الدول الأخرى، ربما لا تقدم روسيا على هذه الخطوة الآن أو حتى في المستقبل إلا بعد ضغوط كثيرة جدا عليها اقتصاديا أو غيره. روسيا تحاول أن تحقق معادلة اقتصادية في غاية من الصعوبة، وهذه المعادلة ربما لن تتحقق في الوقت الراهن أو يعني. لكن أستاذ محمد، حزمة العقوبات الأوروبية السادسة الآن على روسيا، هل بتقديرك ستعيد حسابات صانع القرار في موسكو؟ لن تعيد الأمور إلى الوراء مرة أخرى أو لن تغير من سياسة صنع القرار في روسيا. صنع القرار في روسيا ربما هو انتهك سياسة معينة ويسعى في هذه السياسة أيا كانت هذه العقوبات، هو لم يعد يبالي بما تفرضه الدول الغربية والولايات المتحدة، وأصبح يدرك أن لديه ورقة ضغط أقوى منه، أقوى من تلك الدول بكثير. يعني ورقة الطاقة هي الورقة الأهم والأكثر ربحا لدى موسكو. ربما لم تكن فقط الغاز والنفط هما العناصر الطاقوية المهمة للدول الأوروبية، هناك عناصر أخرى تدخل في التخفيضات النووية أو غيره تحتاجها الدول الأوروبية من موسكو. لذلك روسيا تدرك كيف تلعب الدول الغربية وتدرك أن هذه العقوبات أو حزم العقوبات ربما لن تؤتي ثمارها معها إلا إن يعني تم بالفعل قطع امدادات الغاز ولم تعد يتم تدفقات الأموال الأوروبية أو فلوس أموال الأوروبيين إلى الداخل الروسي. ولكن في حال يعني استمرار هذه العقوبات وانتهاكها أيضا سيكون هناك حلول أخرى من موسكو. يعني فكرة الحل بأن التعامل مع هذه الدول بالروبل بدل من الدولار أو اليورو هو ضغط كبير على الدول الأوروبية، بل أعطى أيضا للدولار ثقة أكثر أو حالة من الصعود مقابل الدولار وجعل الدولار يتراجع. فكرة ربط حتى الروبل بالذهب أو بسعر الذهب أعطى أيضا ثقة في التعاملات بالروبل وأعطى ثقة في الداخل الروسي أو في الاستثمارات الروسية. هذا الأمر تمام أستاذ محمد. ابقى مع أستاذ محمد، سأعود إليك بسؤال حول مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باجتماع وزراء خارجية مجلس دول التعاون الخليجي